سلام، كيفكن؟ كل سنة وانتم بخير، ينعاد عليكم بمناسبة عيد الفطر. اليوم فيديو اليوم حأحكي فيه عن unboxing ل The Face Shop Ultimate عيد بوكس من جلام بوكس السعودية. صراحة بعد ما فتحته وشفت شو هو، بس كتير محمسة أعرف شو في جوا. اوريدي شلت العلبة عنه. في كتير اشياء، البوكس كتير كتير حلو، بقلبه كتير اشياء، اكتريتها كأنه فول سايز. اول شي شايفة قدامي all over perfumed mist بروم بيرفيمي، so مثل عطر للجسم، لكل الجسم. اكتريت هذا بعتقد كل اغراض هذا البوكس من The Face Shop. سو هذا هو، اوكي سو هذا هو، منعش جدا، حبيته. هذا بيجي 12. اوكي، تاني شي شايفته قدامي جوجو فولكانيك لافا بيل اوف كلاي ماسك نوز ماسك. اوكي، شيل الانف، ماسك للمناخير. بعتقد اكيد شي خاصه بالمسامات او بالرؤوس السوداء. حاطين عليه التعليمات، بنحط ابلاي اثن لاير، بنحط طبقه على على منطقه المنخار، بنتركها من 10 ل 15 دقيقه وبنقبعها يطلع. اوكي، انا بحب يكون الماسكات حتى كان بروف انه ما حدا مستعملهم، انه بتجي فيهم هيدي السبده. وهذا كمان 12 ملي. اوكي، ما له ريحة، لونه على هني محطوط كلي ماسك، يعني لونه مثل لون الطين. سو هذا مفروض شي للمسامات. هذا يمكن مثل مثل شو اسمه البنفت، عندهم شي بتحطوه للخدود وبتحطوه للشفاف. هذا هو، يلا بنشوف. واو، قوي كتير، ما له ريحة، اللي هو شي منيح لأنه مش كل الناس بيحبوا الروايح. ليكو شو حلو لونه، باين على أورنج بس هو أحمر، أحمر على زهر، كتير مقبول. باين شي وال مهضوم. موديلينج جيل باتش ذا فيس شوب، هيدا الشيء للتم. ليكو شكله شو مهضوم، حافتحها لانه انه دغري بتفتح على على الماسك. حشوف شو هو. بعد ما تعملوا مساج للشفاف وتقشرون، تحطوا القطعه على الشفاف، تتركوها من 10 ل 15 دقيقه، وبتتركوا المنتج، يعني بتطبطبوا المنتج على بقيه الشفاف بس. اوكي، بدي افرجيكم هيك كيف اللون دبغ على ايدي. اوكي، مهضوم لك، حتى اصبع دبغ مهضوم. كريم للايدين، كريم للايدين، لك فكرته شو مهضوم. او ماي جاد. اوكي، في له ريحته، ريحة مثل النيفيا. هلا حبيت اقول لكم انه هاي الماركه ذا فيس شوب هي ماركه كوريه، ميد ان كوريا. هذا كتير 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 شي مهضوم، خرج حلو يكون هدية، حبيته. حلو كتير ينحط على الديسك، إذا حدا بيشتغل ينحط على المكتب، وكل شوي بتحط بحط الشخص على إذا حب. ريحته مثل النيفيا، كتير قريبة من النيفيا. آخر شغلتين قبل ما يفضل بوكس هن جرين تي ماسك بور لفيزاج، يعني ماسك للوجه. هول الشيت ماسكس في منهم بسيفورا كتير، هول بتشيلوها بتحطوها على وجهكم، بتتركوها اي ثينك 10 دقائق هيك شيء، 10 15 دقيقة، بترجعوا بتشيلوها بتفركوا بقية الليكويد بالوجه. بعرفها، بعرف انه هول الشيت ماسكس. جرين تي، شاي اخضر، معروف انه مفيد. هيدا الشيء اول مرة بشوف منه. برايتنينج فيس، ليك كيف شكله، شكله مثل دواء. برايتنينج فيس ماسك، كمان بنحط مرة واحدة على الوجه، نفس الشيء، بتركوه من 10 ل 20 دقيقة وبعدين بتفركوا بقية المنتج. حبيت، حجربهم لكم شو رأيي فيهم. بس كل شيء بصندوق جلام بوكس من ذا فيس شوب للعيد، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم.
وما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك اذا حبيتوا الفيديو. بشوفكم الفيديو الجاي، باي.